نشرت صحيفة تلغراف البريطانية قائمة بأفضل 9 وجهات للهجرة بحسب تنوع أهداف المهاجرين. ووفقا للقائمة، فإن النمسا هي أفضل بلد باعتبارها تعيش ظروفا اقتصادية وسياسية جيدة، أما الهند فتعد أرخص الدول معيشة في العالم، فيما تحتل فنلندا قائمة أكثر الدول أمانا، وتتصدر كوستاريكا قائمة مؤشر السعادة العالمي لتأتي كأفضل دولة من حيث السعادة. وأخيرا، إن كنت تبحث عن المساواة بين الجنسين، فإن أيسلندا هي أكثر الدول التي تساوي بين الجنسين. إلى فاصل المشاهدين، ونواصل من بعده نشرة المصري اليوم من القاهرة، والناس تابعونا.